أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوزيد طيب على انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2019-2020 من ولايتي النعامة بالمركزي الجامعي أحمد صالحي، والتي كانت فيه التسجيلات الجامعية في بدايتها. وأكد الوزير على ضرورة دمج اللغات الإنجليزية التي تعتبر أهم بالنسبة للطالب والمواطن. في ابنائنا وبناتنا يعني من حبهم في الوطن، يعني هذا يعني معروف يعني الجزائريين وثبتوا ذلك في ألف مناسبة أنه يحبون الوطن بدون إعاز وبدون يعني أي، ولكن هذا التذكير لازم نذكره أننا عندنا وطن ولازم نحافظ عليه، والوطن تاعنا شاسع وكبير جدا ومتنوع من كل في كل اتجاهات، يعني من الجانب الثقافي او الى اخره. وبالتالي يعني انا تفاجات انا اليوم لاول مره نجي لهذه الولايه، ويعني الحمد لله يعني نتمنى ان شاء الله نولي مره اخرى، يعني بلادنا كبيره ومليحه الى اخره، ولا لن نفرط فيها. يعني كان لدينا الف منصب شغل يعني مشيناه، ونفتح مسابقة أخرى يعني حسب الجامعات إلى آخره من الاحتياجات نتاعهم في الشهر سبتمبر. وكذلك أعطتنا الحكومة يعني الضوء الأخضر لاستغلال المناصب الشاغرة يعني اللي حتوجد منها 31 ديسمبر، طبعا هذا طبيعي. وبالتالي نعطي فرصة للدكاترة تاعنا الشباب، وكذلك حتى حاملي شهادة الماجستير والملا يعني اللي توظيف، وبث يعني دم جديد في المؤسسة الجامعية.